بسم الله لا يصل إلى سدة الحكم في دولة مثل سوريا إلا مجرما مثل نظامه، وبالتزوير وكذلك في إيران فقد وصل إلى سدة الحكم رئيس مجرم اسمه رئيسي، كان يعذب المعارضين ويقتلهم في سجون إيران. إن التشابه بين هذين النظامين أنهما نظامان مجرمان يلتقيان في الإجرام. إن النظام الإيراني نظام الملالي والمسؤول الأول عما يجري في اليمن من قتل للآمنين وللمدنيين، وهو مسؤول أول عما جرى في العراق ويجري من قتل للمدنيين، وهو المسؤول الأول عن إجهاض الثورة السورية وقتل الشعب السوري وتهجيره، وهو المسؤول أيضا عما يجري في لبنان. إن النظام الملالي في إيران الذي أتى إلى سدة حكمه رئيسا مجرما يتناسب مع هذا النظام، وبالتزوير أيضا لأنه لا يمكن لشعب أن ينتخب مجرمين إطلاقا. إن الشعوب لا تنتخب المجرمين إطلاقا، إنها أنظمة مجرمة. فليعلم الأحرار في كل المنطقة أن النظام الإيراني نظام الملالي هو المسؤول عن انهيار المنطقة كليا، هو المسؤول عما جرى في اليمن ويجري، وما جرى في العراق ويجري، وما جرى في سوريا ويجري، وهو مستمر في هذه السياسات. إن أسقاط هذا النظام هو واجب وطني وواجب على كل الأحرار في هذه الدول. إن أسقاط نظام الملالي في إيران هو الأساس وهو الحل الوحيد لاستقرار المنطقة، لانتهاء الحرب في اليمن، لاستقرار العراق، لسقوط بشار الأسد، ولنجاح الثورة السورية، لاستقرار لبنان وانتهاء حكم حزب الله فيه. إن هذا النظام هو سبب كل ما يجري في المنطقة من مشاكل الآن. يجب على الأحرار في هذه المنطقة أن يعوا هذه الحقيقة، وأن دعم المعارضة الإيرانية هو واجب وطني مطلوب من كل الأحرار في المنطقة الوقوف معا وصفا واحدا للدفاع عن شعوبهم وعن حرية هذه الشعوب وعن تقدم أوطانهم وعن استقرار هذه المنطقة. ودمتم.